الوطنية والعالمية مع سوار بن حميدة على الحياة فم. مستمعي إذاعة الحياة فم، مرحبا بكم في نشرة الصحة. نبدأ بالعناوين. ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية لفيروس كورونا في تونس. في العالم، الخارجية الصينية تأكد رفضها جميع المحاولات الغربية لتسييس عمليات البحث عن مصدر فيروس كورونا. في تفاصيل أخبارنا نبدأ بمستجدات الوضع الوبائي في تونس. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الأسبوع الممتد من نهار 20 حتى 26 فبراير المنقضي. في المقابل، بلغت نسبة التحاليل الإيجابية وفق البلاغ الدوري الصادر عن الوزارة 19.85%. وطنياً، المدير العام لمعهد باستور هشمي لوزيري أكد أنه تم تجهيز مستشفى شرنيكول ومعهد باستور بأجهزة للتقطيع الجيني، وباش يتم تكوين الأطباء بزوز المؤسسات حول كيفية استعمالهم، وذلك في إطار مشروع مادنيت اللي انطلق سنة 2020 بالشراكة مع وزارة الصحة والسفارة الإيطالية ومنظمة الصحة العالمية. الوزير أوضح خلال يوم علمي انتظم بمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس أن المشروع اللي يهدف إلى تعزيز مهارات وكفاءات الأطباء التونسيين في مجال التقطيع الجيني للفيروسات وبناء قدرات في التعامل مع الجوائح اللي قد تطرأ على العالم في المستقبل كان انطلق عام 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا وشهد تعثر بسبب تداعيات الجائحة، مشير لأنه بيشهد انطلاقة جديدة بداية من اليوم من خلال إعادة رسم خطوطه العريضة والتباحث حول كيفية الحصول على مزيد من التمويلات الفائتة. ولفت الوزير أنه باش يتم في مرحلة أخرى من المشروع نفسه تجهيز كل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير وكذلك المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بأجهزة للتقطيع اللاجيني وتكوين أطباء المؤسستين حول كيفية استعمالهم. في أخبار العالم، شدد ممثل منظمة الصحة العالمية على أهمية الإلمام بجميع تقنيات التقطيع اللاجيني اللي من شأنها المساعدة على التعرف على تفاصيل الفيروسات والبكتيريا وبالتالي حوكمة التعامل معها وإيجاد طرق أنجع في مكافحتها والوقاية منها والتحكم في انتشارها خلال فترة الجوائح. تحت إشراف وزارة الصحة بمستشفى البشيرة حمزة للأطفال بباب سعدون تسلم هبة من جمهورية تشيكيا. حضروا كل من المدير العام للصحة وسعادة سفير الجمهورية التشيكية بتونس إلى جانب ممثل جمعية سليمة وإطارات وزارة الصحة والمستشفى. والهبة هذه تتكون من معدات وتجهيزات طبية لأقسام طب الأطفال وقاعات العمليات وقسم الإنعاش متعدد الاختصاصات وقسم الأمراض السرطانية إلى جانب أسرة إنعاش للرضع وحاضنات أطفال. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن إدارة واشنطن لم تتوصل بعد إلى إجماع حول أصل فيروس كورونا وتنتظر التعاون من بكين بهذا الشأن. وقال في إحاطة إعلامية للصحفيين في تعليق ليه على تقارير اللي تفيد بأن وزارة الطاقة الأمريكية تميل نحو النسخة اللي انتشر فيها فيروس كورونا بسبب تسربه من مختبر، لا يوجد حاليا إجماع في الحكومة حول كيفية ظهور فيروس كورونا. من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بكين تدين أي محاولات للتلاعب السياسي الدولي في مسألة البحث عن مصدر انطلاق فيروس كورونا، وتأكد أن معارضة الصين لأي شكل من أشكال التلاعب السياسي وإقحام أجهزة المخابرات بحجة العثور على مصدر انطلاق فيروس كورونا. كما أضافت أن الاستنتاجات المتعلقة بالمسألة هذه والمستندة إلى تقارير مزورة أصدرتها الاستخبارات الأمريكية ليس لها أي مصداقية. كنت معكم سوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فهم على الفيسبوك.